التواصل مستمر مشاهدينا متابعينا الكرام، وانطلاقات أشواطنا بانطلاقتها الجميلة وبتحدياتها الرائعة تتواصل. الشوط السادس الذي تعلن انطلاقته قبل قليل ليحمل لنا الجعدان الحقايق في مسارهن وفي تحدياتهن من البداية. الشوط ما شاء الله يحمل شعارات ويحمل أسماء وتنافس من بدايته. شاهين على مقدمة هذا الشوط، حمود بن ضحي بن سعيد المقبالي على مقدمة الشوط، بينما يلي بالمركز الثاني والتنافس من الجانب الآخر. بنشوف حتى تتضح لنا رؤية المركز الثاني الذي ينطلق في هذا الاندفاع. ثاني المراكز يأتينا سراب محمد بن قنوم بسعيد بالكديدة على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يا سلام ناصي وسالمين بن سالم الشامسي على المركز الثالث. أما رابع المراكز شاهين محمد بن سيف بن راشد المقعودي على المركز الرابع، والمركز الخامس يتقدم في شاهين عيسى بن سعيد بن سلطان العويسي. يا سلام يا سلام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس المراكز في مسار الجعدان وتحدياتهن وانطلاقتهن الرائعة والجميلة. نعود مشاهدينا الأعزاء، نعود مع هذه التحديات وهذه الانطلاقات الرائعة، نعود مع التنافس على المراكز الأولى. شاهين شاهين وحمود بن ضحي بن سعيد المقبالي، مسيطر المقبالي على المقدمة على المركز الأول، ولكن يتحرك ناصي في هذه اللحظات. سالمين بن سالم الشامسي، الله يا أبو سالم، على هذه المشاركة الفعالة. ثالث المراكز يأتينا سراب محمد بن قنوم بسعيد بالكديدة على المركز الثالث والمركز الرابع. وصل مشاهدي الأعزاء سراب، سراب وصل في المركز الرابع. أحمد بن عبد الله بن ركاض العامري على رابع المراكز في هذا المنطلق والمركز الخامس، مع شاهين وعيسى بن سعيد بن سلطان العويسي. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء على المراكز الأولى، على الانطلاق الأول في مسار أشواطنا وتحدياتها. غادرنا ل 1200، غادرنا العنوان الرسمي والعنوان والنداء، لوحة النداء ل 1200، ولكن لا زال المقبالي هناك مع شاهين مسيطر حمود بن ضاحي بن سعيد المقبالي. المقبالي الله، المركز الثاني ناصي سالمين بن سالم الشامسي مع ثاني المراكز بدون أي توامر، مركز ما شاء الله أبو سالم ومتابع في مسار هذا الشوط. المركز الثالث شاهين عيسى بن سعيد العويسي الذي يقدم شاهين، والمركز الثالث المركز الثالث. أما الرابع وصل المقعودي وتحرك مع بيان، مع بيان محمد بن عتيج المقعودي اللي يقدم لنا بيان هذا الشوط وتحدياته. يا سلام يا سلام، او هناك اللي هو باين محمد بن عتيج المقعودي قدم باين مشاهده ما شاء الله، وشعاره باين وباين المقعودي اليوم في هذه التحديات. يا سلام، نعود الى مقدمه الشوط شاهين حمود بن ضاحي بن سعيد المقبالي. المقبالي من البداية مسيطر ما شاء الله ما شاء الله، أشكرك المقبالي، روعة ما شاء الله في هذا الأداء، روعة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي. هناك المقعودي قادم، ولكن المقبالي صامد ما شاء الله، صامد مع هذا الانطلاق. شاهين شاهين حمود حمود بن ضحي بن سعيد المقبالي على المركز الأول على الانطلاق الأول. يا سلام يا سلام، تهانينا والناموس حمود بن ضحي بن سعيد المقبالي على هذا الفوز وعلى هذا الانطلاق. اللحظات الأخيرة شاهين يعلن الفوز والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني وصل في باين محمد بن عتيج المقعودي، والمركز الثالث ناصي لسالمين بن سالم الشامسي، والمركز الرابع رقم 6 اللي هو شاهين لسالم الخميس بن سلطان العويسي. هكذا التوقيت الزمني 4 دقائق و38 ثانية. تهانينا